البداية كانت بعامل أكدت لجنة مشاريع بطولة كأس العالم وفاته في أعمال الإنشاء، لكن سرعان ما تكشف الأمر وبدا وكأنه اكتشاف لمقابر جماعية توصلت إليها المنظمات الحقوقية التي أعلنت عن وفاة المئات. وكعادتها نفت قطر وتمسكت بأن عاملا واحدا لقي حتفه في إنشاء استاد الوكرة، لكن الأمر لم ينطلي على أحد. ففي العام 2014 أعلنت منظمات حقوقية وفاة المئات، كما أعلنت أن 4000 آخرين قد يلقون المصير نفسه حتى موعد انطلاق البطولة.